افتح السوشيال ميديا، انت عارف احنا ده كمذيعين وكاعلاميين رياضيين بقى تابع كل حاجه، الاقي جايبين كابتن فاروق جعفر، كابتن حسين السيد، وعاملين علامه كروس. ده ما تزعلش مني، ده والدي يعني. طبعًا بس طبعًا. انا احنا ايه لازم اقول لك كل الايجابيات والسلبيات، وطبعا ببارك لك، واكيد ليك دور كبير جدا مع اللجنه ومع المسؤولين عن ملف كره القدم، كابتن حسين السيد والجهاز الفني وحضرتك، في فوز الزمالك بالدوري طبعًا. منظومه محترمه، وقدرتوا تحققوا الدوري في وقت صعب جدا. لكن الاقي كابتن فاروق جعفر جاي كده وصفحات زملك، مفروض اللي هي زملكاويه، مفروض المفروض الكلمه دي حط تحتيها 10، كابتن فاروق جعفر محطوط كده، وكابتن حسين السيد وعلامه كروس، ده ما بيحبش النادي، ده مصلحته الشخصيه، ده بيشتغل مع كل العصور وكل الاشخاص، يعني هجوم شديد من بعض، من البعض مش الكل طبعا، عشان مش زملكاويه دولت، مش زملكاويه لا طبعا. زملكاوي ده بيتي، ده مكاني، انا بشتغل في النادي، انا من سنه 92 كريم ما خدتش تعريفه من النادي. انا بشتغل في النادي حبا في النادي، مفيش مرتب ولا يعني مرتب. دلوقتي يقول لك الفاروق بياخد 300,000 جنيه ولا القناه ولا شعرايه ولا مليم، باخد من نادي الزمالك دلوقتي مفيش ولا مليم من نادي الزمالك ولا مليم. انا عيب ان انا اقول ده النادي ده خيره عليا، والنادي ده هو السند بتاعي في حياتي كفاروق جعفر يعني. لا انا من سنه 92 ما خدتش فلوس من النادي. يعني 92 اللي هي كان مقاي، مقاي خدنا الدوري سنتين خدنا الدوري سنتين، ساعتها ما كانش فيه اب، كنت بقبض ايامها مرتب مدرب، بس بعديها من 92 بقبض 7500 جنيه كويس، هم دولت كنت بقبضهم في ساعتها، ومن ساعتها لغايه دلوقتي لا انا بشتغل في نادي الزمالك حبا في نادي الزمالك، الكيان اللي عملني انا مش هيفرق حد معايا، انا بقول انا زملكاوي وبحب نادي الزمالك وبحب جماهير نادي الزمالك، وانا علاقتي بجماهير نادي الزمالك لغايه ما اموت انا علاقتي بجماهير نادي الزمالك علاقه قويه وعلاقه محترمه، وانا كل اللي بشتغله انا ما يفرقش معايا مين رئيس النادي ولا يفرق معايا مين الاداره بتدير، انا اللي يفرق معايا النادي وجماهير النادي واللي بيحبوا النادي، كلنا ضيوف، لكن احنا في النادي الكيان ده لازم نحافظ عليه، طول ما انت موجود حافظ على الكيان ده. انا شايف ان انا ما يفرقش معايا انا بشتغل مع مين، انا ما اشتغلت مع الدكتور كمال درويش، اشتغلت مع حسن ابو الفتوح، اشتغلت مع نور الدالي، اشتغلت مع كابتن حلمي كنت بلعب، اشتغلت مع بعد كده حسن عامر وحسن بيعامر اشتغلت معاه، واشتغلت مع المستشار مرتضى، جلال ابراهيم طبعا، واشتغلت مع المستشار جلال، واشتغلت فترات كتيره جدا مع كل الناس دي، وبعد كده اشتغلت مع اللجنه اللي فاتت، واشتغلت مع اللجنه دي. طب انا ايه مثلا واحد يعجبني، طب انا اقعد في البيت يعني، ما فيش اضافه ليا.